مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقتنا الاولى من ويكند المزاين اللي هو راح يكون معكم كامل في النسخه الخامسه من مهرجان الملك عبد العزيز للمزاين الابل. نسمع احنا بالاجراءات الاحترازيه لكن هنا غير. يعني تحس انك داخل مستشفى. اكثر ما عندنا معقمات. كماماتك لو الحين لو شوي وخلونا نطلع هواء وانا بكمامتي. ميزانك في جيبك. صار يصرف لك ميزان هنا وانت ماشي. ما في شغل احترازات احترازات يطيح شماغك ولا تطيح كمامتك فالحمد لله ما علينا خوف امورنا طيبة وان شاء الله ما قدامنا الا العافية